تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لالا رشيدة، واش كتجتهدوا في هذه الأيام المباركة بالقرآن الكريم وبالذكر وبشي ملتقيات؟ واش عندكم شي نشاط؟ عن نشاط وعندي واحد الأخت يا واحد سيدة من امرأة ربانية، واحد امرأة حقانية من شكرات لك أستاذ، يعني هي من العائلة، هي امرأة ولد خالتي، ودعمتني دمجتني معها في واحد المجموعة ديال الأخوات اللي دايرين من نهار بدا هذا الوباء. يعني الناس اعتكفات، يعني كاين جنود الخفاء، كيفاش كي يعني تيخرجوا الختمة كل يوم ختمة، يعني كل وحدة فينا، يعني كاين أكثر من 60 وحدة في هذه المجموعة، كل وحدة كتقرا حزب بعد صلاة الفجر، وكنديروا الختمة بعد صلاة العشاء، وكيبداو مع الربع ونص ديال الصباح. يعني الناس في جوف الليل، تكبير في جوف الليل، في جوف ديال الاستاذ، زعما الناس هذا الحمد لله الحمد لله. وانا بنفسي انا ختمت القران في الليله ديال منتصف شعبان ما شاء الله، ما قالي انا بوحدي، ومع هاد الاخوات كاينه ختمه يوميه، من غير ان كاينه ختمه ديال الاسبوعيه، وكاينه الختمه ديال كل 15 يوم، ديال جوج الاسابيع. لا اله الا الله، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى بهاد الختمات الله يرفع لنا هذا الوباء. اللهم امين يا رب، والله ينقذ هذه البشريه. اللهم امين يا رب، الله يرحم الاموات اللي مشوا عند الله سبحانه وتعالى، الله يرحمهم ويوسع عليهم ساكن. اللهم امين يا رب أستاذ. يا رب، التسبيح، التهليل، اذكار الصباح، اذكار المساء، الحمد لله. كاين مجموعه ديال الاخوات ديال النساء اكثر من 60 وحده، انا شفتهم في اللائحه، كل شيء تذكر الله، كل شيء كيقوم قبل الفجر، كل شيء تعبد، كل شيء تتركى، كل شيء تخشع لله، كيف تضر كنضرعوا لله سبحانه وتعالى، نرفع عنا هذا الوباء. اللهم يا رب تقبل يا كريم، والله يتقبل. اللهم امين. اكرمكم الله الرشيده، شكرا لك لاله، شكرا لك، حفظك الله ورعاك، بارك الله فيكم وهنيئا لك، الله يجازيك بالخير. وانا من هذا المنبر كنشكر بزاف الاخت الحاجه سكينه اللي دمجتني معاها مع هذه المجموعه الطيبه، لرم استاذات ربات بيوت، ما نقولش لك استاذ، ما نقولش لك زعما كاينه ناس، زعما كاينه يعني من جميع الفئات، ولكن كل شيء هذكره الله سبحانه وتعالى. يعني كنسمو انا جنود خفاء، اليوم حتى واحد ما علم اشنو سي، يعني من اجل هذا الوباء الله يرفع علينا، والله ينصر سيدنا. اللهم امين يا رب. اليوم وراء هذا الشيء هذا كله باش تحد الناس متكلي في الواجهه، الاطباء، الممرضين، الله يعاونهم، الله يسر امرهم، ساكن الله يكون معنا ومعهم. اللهم امين سبحانه وتعالى، الله ينقذ هذه البشريه جماعه ان شاء الله، الله ينقذ، الله يرفع لنا هذا الضرر. بارك الله فيك يا رشيده، الله يدوزنا من رحمته ان شاء الله. شكرا جزيلا المولاي الطيب، بارك الله فيك يا رشيده. الدعاء للعائله، للزوج ديالي، الله يجازيكم بالخير استاذ، الله يرحم بالوالدين. بارك الله فيك يا رشيده، شكرا لك لاله، وكنحيوك وكنحيو جميع النساء اللي كيديروا انشطه دينيه في هذه الايام، وكنتبعوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. كاين مجموعه دي جروب كيقوموا اما بختم ختمات للقران الكريم، واما بالاجتهاد في اذكار او في صيام او في قيام او في تبادل معلومات دينيه نافعه للنفس والعقل والروح. كل هذه أنشطة مباركة، أعزك الله لالا رشيدة، الله يشفي ذيك البنية، اللهم شافيها وعافيها وداويها يا رحمن يا رحيم، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. وأسأل الله تعالى أن يحفظ العائلة جميعا، الكبار والصغار والذكور والإناث، وخصوصا الذين هم خارج أرض المغرب،
العائلة اللي هما من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نسأل الله تعالى أن يردهم سالمين غانمين ويحفظهم بالسبع المتان والقرآن العظيم، وأن يجمع شملهم مع العائلة والأحباب في القريب العاجل. آمين آمين يا رب. شكرا رشيدة من طلبضة، وغنأخذ مكالمة أخرى مع للا كلثوم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.